بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنبدأ الجزء العملي الخاص بالحسابات والمعايير. طبعا احنا هنبدأ التجارب الخاصة بالسوليوشن المحاليل. هناخد مثال على السوليوشن بمحلول فوار او بنسميه الافيرفيسنت سوليوشن، وهو ليه مسمى البوشن ريفير او البوتسيون ريفير. ده محلول بيستخدم لعلاج القيء، وهو عبارة عن تو سيبريت سوليوشنز، محلولين بيتحضروا. المحلول الاولاني بنسميه الاسيديك سوليوشن، وده بيتكون من السيتريك اسيد والسيرب اوف ليمون والسولفنت اللي بندوب فيه اللي هو الووتر، حسب ما هنشتغل دلوقتي ونبين لكم. تمام. طبعا الكالكوليشن اللي احنا شرحناها، كمية السيتريك اسيد وزناها وجبنا البيكر اللي هندوب فيه السيتريك اسيد في تلتين كمية السولفنت اللي هي 25 ملي من الووتر. تمام. وبعد كده بنضيف السويتنينج ايجنت اللي هو السيرب اوف ليمون، وبنادجست الفوليوم في النهاية ل 45 ملي باستخدام الميجرينج سلندر لغاية 45 ملي. فنبدأ اول خطوة، بنجيب الوزنة بتاعت السيتريك اسيد نحطها في البيكر. تمام. بعد كده كمية السولفنت اللي احنا عايرناها، مهم جدا عندي هنا هوت ان انت ازاي تظبط الحجم الخاص بالسولفنت بتاعك. طبعا هنا دي الجرادويتد ميجرنج سلندر عند تدريج 25، مهم جدا ان انت تلاحظ ان تقعيرة السائل داخل الميجرنج سلندر بتمر بالخط 25، دي لازم تظبطها كويس جدا في تظبيطك للحجم اللي انت بتظبطه. فبجيب كمية السولفنت ديت واحطها في السيتريك اسيد وابدا ادوبه لغايه ما يديني كلير سوليوشن من السيتريك اسيد، واتاكد ان كل السوليوت اللي انا حاطه داب. طبعا الكلام ده ملوش وقت معين، انا مجرد بلاحظ بمجرد النظر ان مفيش اي بارتكلز داب، ما دابتش عندي، كله خلاص بقى كلير سوليوشن دايب. انا كده خلاص يا شباب دوبت السيتريك اسيد سوليوشن. بعد كده بضيف السويتنينج ايجنت اللي هو السيرب اوف ليمون، بحط ال 6 مللي على ال 25 مللي المذاب فيهم كميه السيتريك اسيد. تمام. بعد كده برجع اعمل الخطوه الاخيره اللي هي الادجستمنت للفوليوم لغايه 45 مللي، برجعه تاني للميجرنج سلندر اللي انا اشتغلت عليها. ده السيتريك اسيد سوليوشن. طبعا الحجم بتاعي دلوقتي اللي انا هلاحظه ان هو حوالي 32 مللي، 32 مللي. لازم ارجع اظبط الحجم الى 45 مللي باستخدام الووتر. تمام. كده انا حضرت الاسيديك سوليوشن اللي بيتكون من السيتريك اسيد والسيرب اوف ليمون والفوليوم بتاعه 45 مللي. هنبدا يا شباب ان شاء الله نكمل الجزء اللي بداناه في الاسيديك سوليوشن ونحضر الالكالاين سوليوشن. الالكالاين سوليوشن بيتكون من الصوديوم بايكربونات والووتر، بس بدل السيرب اوف ليمون بنستخدم السيرب العادي. الوزنه بتاعت الصوديوم بايكربونات موزونه هنا، طبعا هندوبها الاول في تلتين كمية السولفنت اللي احنا حسبناه 25 ملي من الووتر، وببدأ ادوبه في البيكر الخاص بالالكالاين سوليوشن. تمام. نفس زي ما قلنا برضو في الاسيدك، ان لازم اتأكد ان السوليوت بتاعي كله داب ويبقى كلير سوليوشن، مفيش اي امبيوريتيز او اي سوليوت ما دابش، عشان اتأكد من الجزئية دي. وانس ان انا دوبت الصوديوم بايكربونيت، ابدأ احط السيرب العادي 6 مللي اللي احنا حسبناهم في الفورمولا. تمام. وفي الاخير برجع اظبط الفوليوم بتاعي الى 45 مللي باستخدام الجرادويتد ميجرنج سلندر، برجع الالكالاين سوليوشن في الجرادويتد ميجرنج سلندر، برضو هتلاقي الحجم عندي حدود 32 مللي، وارجع بالووتر العادي ابدا اظبط الفوليوم بتاعي الى 45 مللي باستخدام السولفنت. طبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت، مهم جدا جدا ان انا ادجست الفوليوم بتاعي 45 مللي، ازود لغايه 40 مللي، وممكن بالدروبر اجي للجزئيه الاخيره بحيث ان الجزء المقعر
بيصل للخط 45. بضيف تاني. تمام. بالوضعية ديت كده يبقى انا حضرت الفاينل فوليوم للالكالين سوليوشن ب 45 ملي وهو عبارة عن صوديوم بايكربونيت في وجود السيرم. بعد ما حضرنا الاسيديك والالكالين سوليوشن يا شباب دلوقتي المريض طبعا عشان ياخد الجرعة هو زي ما قلنا في السيجنيتشر 1 تيبل سبون فول اوف ايتش تو بي ميكسد دايركتلي بيفور يوز، لان هو لازم المريض ياخده وايل ايفرفيسنس. فاحنا دلوقتي هنتاكد بالايفرفيسنس ان احنا نخلط الاسيديك والالكالين سوليوشن اللي احنا حضرناهم. تمام، زي ما احنا شايفين الايفرفيسنس واضح جدا اهو، ودي من مميزات المحلول دوت ان بيحصل ايفرفيسنس وتصاعد للكربون دايوكسيد اللي بيساعد على ماسكينج السولتي تيست للدراجز الموجوده وبيساعد المريض على اخذ الجرعه.